تقدير حضرتك الشخصي للموقف الحالي في بورما فيما يخص مسلمي الروهينجا؟ مين الغلطان؟ مين اللي ابتدى؟ هو الموضوع له جذور تاريخية، ولكن مين اللي ابتدى؟ والله اللي حصل ده ان في 25 اغسطس قامت سلسلة من الهجمات ضد 30 موقع للشرطة البلدية وقاعدة عسكرية، ادى الى رد فعل من الهجوم من الجيش المياناماري للقضاء على الذين قاموا بهذا العمل والقبض على الارهابيين اللي هم قد يكونوا تخفوا في وسط الروهينجا. فاللي بيدفع الثمن طبعا كثير من مسلمي الروهينجا، وبدا النزوح الى بنجلاديش والى الحدود. ده الموقف الحالي. دي يعني ده الموقف الحالي دلوقتي الحالي، يعني النزوح بدا من 72,000. هناك طبعا ضغط من الأمم المتحدة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينجا، وفي نداءات من المفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في كثير من دول العالم لتقديم المعونة والإغاثة للملايين الروهينجا. هو ده الموقف بتاع النهاردة. تفتكر حضرتك المشكلة دي تتحل إزاي؟ المشكله بتتحل طبعا في نوع من الضغط الدولي، وفي نفس الوقت بالحوار. وطبعا هو كان في بادره ممتازه من الازهر الشريف بتنظيم منتدى شبابي شارك فيه 27 ميناماري من مختلف الاديان، وكثير من المؤتمرات اللي بينظمها الازهر الشريف بيدعى اليها بعض الشخصيات الاسلاميه المينماريه المعتدله. من ضمن مثلا المشاركات المينماريه كانت مؤتمر السلام اللي عقده الازهر الشريف وشارك فيه بابا الفاتيكان، فكان هناك ايضا وفد من مسلمي مينمار شارك فيه. انا بركز على النقطه دي لان هذا برضه استطيع ان اقدمه الازهر كمناره للاسلام المعتدل وككيان اسلامي يحظى بتقدير واحترام في دول جنوب شرق اسيا بما فيهم الحكومه المينماريه. فممكن نساعد يعني الحوار واقناع ومواجهه الفكر المتشدد الذي يهاجم الاسلام بكثير من التشفي وعدم الثقه. يعني معلش اخر سؤال لو الناس مش عارفه الحقيقه فين، احنا هنا في مصر مش عارفين الحقيقه فين، مش عارفين ده بيحصل ولا ما بيحصلش، ايه اللي بيحصل؟ يعني هل فعلا في محاولات تصفيه عرقيه حقيقيه لمسلمي الروهينجا؟ قتل، تعذيب؟ طبقا لتصريح سكرتير عام الامم المتحده هناك حاله من التطهير العرقي، ولكن الاهم من كده اللي انا شايفه ان ما استمعت اليه برضه من بعض الجهات في وسائل الاعلام الدوليه ان في كثير من العنصريه ضد المسلمين بصفه عامه،